مرحبا، نتعرف على أكثر إلى منتخب التسجيل الهدف في كأس أمم أفريقيا الرتبة 10. المنتخب المغربي سجل 74 هدفا. الرتبة 9 منتخب زامبيا سجل 81 هدفا. أما الرتبة 7 للكونغو سجل 88 هدفا. الرتبة 6 مغرب الصحراء الجزائر 94 هدفا. أما الرتبة 6 لنصر قطاش تونس 99 هدف. البلاك ستارز غانا 133 هدفا. أما الرتبة 4 للكاميرون ب 137 هدفا. أما الرتبة 3 نيجيريا ب 137 هدفا. أما الرتبة 2 لفيلة كوديفوار ب 143 هدفا. منتخب مصر في الصدارة ب 164 هدفا. من تتوقع وما هو المنتخب الذي ترشح للظفر بالكأس من قلب كوديفوار؟